Kids. بونجور عليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني وليت مع مونية في الراديو عندي مسيو أخوي غمزة فبحيث نحبكم تسمعوني كل تخميس الصمت عليه أخوي. على كل حال أنا معاكم الليلة باش نحكيو شوية أخوي. ما تحبوا تتواجهوا في الكورة ولا أخوي؟ رجعوني يعني نطلع لكم بالكورة وصيب عليكم السياسة بالأقل وعريض بالأقل. شو واضح المساج متاعي لو حليكم السياسة خطر لا بقضي رضي واني 23 سنة في الحكم ونفهم وانا معناتها. وكان تحبوا صلوا ليلة تفهم مش معناتها السياسة. على كل حال رجعوني يعني نطلع لكم بالكورة ارجع لكم الجمهور وترجعوا تفرجوا لبس عليكم تلاقوا بكورة يا اخويا الله يرحم والديكم. فبحيث يا بشبوه والله ما عجبنيش منك التدخل هذا. فبحيث ايه علاش يا اخويا شنو يخليهم على قليلة ينتخبوا نداء نشدوا احنا 23 سنة على قدام وبعطيك حل كيف تحب يا اخويا. على كل حال ايه النداء هو اللي هو الكل برا ما اخويا. استناونا في غمزة ما رياض بالجدية الله عظيم جاوكم طير شوكم احنا شو كبروا طبال دربك ودربيك ما للعب هذي بريزة يوكدك بريزة. Restez branchés sur radioforever.net. Sport Forever. Débat sportif. Exclusivité. تتعرفوا عليها مع قيس عبي ورياض بن جدية. Émission Sport Forever. كل ساري تخميس بتسعن تعليل على راديو فوريفر. على راديو فوريفر بوانت. شاك جدي أفانتين. تخميس بتسعن تعليل على راديو فوريفر. This time for Africa. إذن كما قلت في البداية يحضر معنا لاعب من خيرة من تدب نادي الرياضي الصفاقسي. أخلاق عالية برشا وعطاء بلا حدود كسب محبة كبيرة من الجمهور العظيم للنادي الرياضي الصفاقسي. نستقبلوا مع بعضنا المدافع الأنيق للCSS بسام البرعابي. بسام مرحبا بك في راديو فوريفر. مرحبا عايشك ومرحبا بكل مستمعي راديو فوريفر. نفكروا أحباء CSS أنه يمكنهم التدخل معنا مباشرة عبر شبكة السكايب على العنوان التالي radioforever.live. نعاود radioforever.live. وباش تلقاو زميلي ياسين قدارة في استقبال مكالماتكم. وكيف كيف زادا نحب نفكر احباء النادي الرياضي السفيقسي فيما يخص المقابلة نتاع النادي السفيقسي وغامتيل انه راهو الاكسي للملعب كان المحبين يعمرهم فوق العشرين سنة. بالنسبة للجمهور اللي باش يقتني التذاكر نتاعو راهو لاقل من عشرين سنة ما عندوش حق باش يدخل استاد ويلزمهم يستظهروا بالبطاقة التعريف نتاعهم. بس يا اكيد البدايه استريك برشا لازم باهي هكاك باهي وما معناتها جمهورنا يحضر معنا ويساندنا بيان سور باش يحدوا الحضور بالعمر على غالب في معناتها اللي صاير توا في تونس لكن ما يسالش با باهي باش نقدموا بها مش مشكل ان شاء الله. بس يا اكيد البدايه باش تكون احداث ملعب باش نني بجابس شنو اللي صار لك بالضبط بس سمعنا سمعنا بريس كراي الملاعبيه الكل ما سمعناش بسام شنو اللي صار بالضبط سيرتو احنا سمعنا اللي صار الاعتداء بالعنف عليك كيفاش صار شنو اللي صار بالضبط. صحيح مالوريزمون معناتها مضطرين باش نحكيوا على حاجات صارت كيما هكا واللي تحشمنا احنا كجوارات اللي تعداوا علينا احنا نحشموا راه خاطر باش نحكيوا هكا بطبيعتنا باش نحكيوا على كره تونس وهذه حاجه ما تليقش. بون الحمد لله ساعه قبل كل شيء البارح انتصرنا وراو الانتصار هذا نهديوه لجمهورنا اللي ساندنا بعد الماتش وقت اللي سمع باللي صار لنا غادي ووقفتهم معانا كانت عندها قيمه كبيره ياسر حتى معناتها سياسيا شكون الغالب معناتها الامور تمشي هكا خاطر برشا في برشا مرات تتعدى حاجات انابيرسيو تتعدى علينا برشا حاجات صعيبه مي تتعدى انابيرسيو في تونس. باهي نرجع لك للماتش اول ما دخلنا فما عباره عجبتني برشا قالوا لنا مرحبا بكم راكم ضيافنا اليوم اما راهو تربحوا ما تروحوش حتى ضيافه باهيه هذه. بون هما كالكوزان جابس عمرها ما تتسمع النوعيه هذه من العباد بالعكس
معروفين سكان الجنوب ناس معناتها يفرحوا بالضيف وما همش ناس اللي يتصرفوا بالطريقه هذه ما عندهمش العقليه هذه. هذه حاجه اكيده معناتها دونك ما نجموش ننسبوا اللي صار للسكان الجنوب. وشو اللي صار لك انت بالضبط؟ بس اللي صار معناتها في التيران فما برشا حاجات مش باهيه خرجت كسو سوا من جوارات كسو سوا من معناتها ناس لا علاقه بالكوره معناتها محيطين بالملعب قالوا لنا برشا كلام مش باهي. الكلام بون نسمعه في كل البلاصه اما كي يوصل معناتها يوصل للعنف لهنا معناتها ما عادش نجم تتحمل. فهمت؟ تتحمل الكلام تتحمل برشا حاجات هذه حاجه داخله في ما نقولش في قانون الكوره اما في الموجود في تونس معناها. اعتدوا عليك بالعنف؟ بس اعتدوا علي بالعنف اي صحيح. بعد البونتو الثاني فما زوز مصورين ورا الكاج نتاعنا دخلت انا معناتها بجست مش باهيه. فهمت؟ بعد جاوا ما نعرفش ثلاثه معناتها وصلت تمسيت تضربت. فهمت؟ كجوار انا ما نجمش نعمل معناتها رياكسيون. فهمت؟ ما نجمش نعمل رياكسيون خاطر ديما معناتها اخلاقيا ما تنجمش وحتى قانونيا تتحسب عليك. واضح. فهمت؟ وفاسيل برشا يقولوا هكا جوار من سي اس اس دونك اي سورا سانكسيوني وجمعيه تخسر جوار معناتها هكاك. دونك واحد ديما يلزم يحاول يكون رزين في تصرفاته وحتى في ليكا اكستريم كيما هكا. واضح بسام. احنا مش نطيو الصفحه نتاع مقابله ملعب الكبسي في جبس تو للتاريخ وللجمهور السي اس اس والجمهور الرياضه ككل. اكيد يحب يعرف بدايه بسام الكرويه كيفاش كانت المدربين اللي مريت عليهم في اصناف الشبان. والله باش نرجع لك انا بدايتي الاولانيه بالكل بديت في جمعيه صغيره اللي هي معناتها في حومتي بريسك معناتها. فهمت؟ الشباب الرياضي بالحريريه في الكادي كادي بي مشيت للستاد تونيزيان وقتها قعدت في الستاد تونيزيان كادي بي حاصل جونيور عامة جونيور نتاعي طلعت سينيور مع سيد احمد المغربي سيد احمد المغربي اونترونور صعيب ياسر اما لا تعلم منه برشا حاجات سورتو ديسبلين معناتها و ديسبلين خاطر مش حاجه سهله راهو في العيشه نتاع الكوارجي. فهمت؟ وفي الخدمه زاده سورتينا. قلت لك بديت مع سيد احمد و هزيت كوب دو تونيزي 2002 2003 نهائي ضد افريقيا اي و تعديت على برشا مدربين منهم سيمون صفلعار العرفاوي مسيرة طويلة ما استحضرش بالضبط توا. فهمت؟ بعد مستر تونيزيان عملت معناتها باركور باهي مشيت من بعد للإتوال ثلاثة سنين في الإتوال. أنا أصيل مدينة القصرين على فكرة معناها. من بعد في الإتوال مالوريزمون صارت لي شوية مشاكل. كيفاش تقيم التجربة نتاعك مع المرسى والإتوال وستاد تونيزيان؟ استنفعت منها حتى معناتها أبار كرويا استنفعت منها. خذيت برشا اكسبيريونس معناتها تعلمت برشا حاجات وخاطر كوارجي راهو الكوارجي يكون لازم يكون باهي في ساقيه ويحد اما زاد راهو يكون دور في شخصيته تكون عنده شخصيه قويه. فهمت؟ خاطر الكوارجي اللي تكون شخصيته ضعيفه شويه والا يتاثر بسهوله صعيب ياسر باش ينجم يعمل كارير في تونس معناتها. فهمت؟ بس حسيتك لتجربه مع النجم حسيتك كانك تظلمت شويه. صحيح في الإتوال ايش نقول لك فما حاجات صاروا لي مانيش باش نقول لي انا تظلمت واحد باش نرمي الكره معناتها المسؤولين ولا الناس اللي في الإتوال. لا فما مسؤولين باهين في الإتوال عشت معاهم مي فما كيلكوزان تعبوني برشا بالمونتاليتي نتاع الجهويه والواحد. فهمت؟ مالغري اللي انا معناتها خدمت بحقيقه قديمه ضميري مرتاح الحمد لله. في وقت ما انا لقيت جمهور الإتوال اللي يدافع عليه وما دافعش لي مسؤولين باريكزومبل
ديجا ماتش ليتوال والسي اس اس وقتها اللي انا معناتها عملت باركور باهي ومن بعد تبدلت فورماسيون ناحيتي انا جمهور تغشش الماتش هذاك انا نهارتها كي داخل باش نقعد في البنك وعلى فكره ما انت حتى كي ناحيتي راني ما عملتش مشاكل جامي في ليتوال عملت مشاكل جامي كنت اكزامبل ديما نخدم معناتها ووقت اللي خرجت من ليتوال ومشيت للمرسى سي لا بروف معناتها اللي انا نخدم من هبتش يدي فهمت كورت في المرسى وتألقت والحمد لله ومشيت للإكيب ناسيونال وهذيك كانت ريبونس للناس هذوما اللي بتترى أنا كي نحكي توا هما يعرفوا رواحهم معناتها ما هي رو فما حاجات توجع أما تقويك في الدنيا وهذه حاجة من الحاجات معناتها الحمد لله يا ربي معناتها بعد الإتوال مشيت للمرسى كورت مشيت للإكيب ناسيونال وصار معناتها شكون اتصل بيك بجيت نادي الرياضي الصفيقسي والله هي جاية متاعي للنادي الرياضي الصفيقسي راهي كانت معناتها طويلة شوية فيو اللي أنا معناتها كورت في المرسى وكان عندي أكور دونور معناتها في ماهوش مكتوب على الورق كلمة حكيتها أنا والبريزيدون سي ماهر بن عيسى وقتها فهمت رئيس مستقبل الرياضي معناتها مستقبل مرسى اللي انا خاطر كان عندي كلوز ليبراتوار وانا معناتها كلوز ليبراتوار نتاعي يسمح لي باش نخرج افيك اون سيرتين سوم يا كلوب في تونس يا كلوب برا من تونس فهمت ومع معناتها التالق نتاعي ومشيتي للكيب ناسيونال معناتها سيمير وقت اجتمع بيا مره وقال لي بس ما تمشيش معناتها كيما نقولوا تجبد بينا ولا فهمت قلت له انا سيمهر انت كنت معناتها بريزيدون باهي سيمهر بن عيسى فهمت تعاملت معاه معناتها وعدته لي انا كي باش نخرج للكلوب راني باش نشاوره في تونس نخلي له معناتها الراي فهمت مانيش باش نستعمل معناتها الامور القانونيه اللي تسمح لي باش نخرج وذاك التزمت معناتها بالكلمه نتاعي وكي اتصلوا بيا مسؤولين النادي الرياضي الصفاقسي سي ناصر البدوي اتصل بيا فهمت وقلت له سي ناصر معناتها راني انا معناتها مرتبط بكلمه عطيتها وباهي راه واحد كيحترم كلمته زاد راه معناتها باهي فهمت ساعات نسمع معناتها خرج وفلان وصار وكذا اما باهي كلمني سي ناصر انا كنت موافق على مذهبيه معناتها شكون ما يحبش يكور في النادي الرياضي الصفاقسي وحبيت نجي للسي اس اس وميم طون حبيت نخلي شويه اسباس للسي ماهر معناتها باش يحكي مع المسؤولين ومن بعد مدة حاصيل جيت للنادي الرياضي الصفاقسي واني نخدم على روحي وكا يعطيك الصحة بس نجيو تويكا مقابلة الملعب الجبسي في جربة كيفاش كان الاستقبال من هيئة جربة الحقيقة يعطيهم الصحة مشكورين على فكرة معناتها شكرنيهم توا قداش من مرة ويستاهلوهم هذاك اللي يعمل معنا الباهي نشكروه مشكورين استقبلونا بالورود كما يقولوا فيها حتى التيران معناتها اللي كان تعب برش باش نجيك مش تحكينا على حاله الميدان كيفاش حتى التيران لا حاولوا يحسنوا التيران شويه بلوه وكذا معناتها حاولوا للماكسيموم اللي نجموا يعملوه والناس باهين يعطيهم الصحه فرحوا بينا بس في المقابله هذه نتاع الملعب الجبسي هي مقابله مهمه برشا شنو حكيتوا اللاعبين بين بعضكم قبل المقابله وشنو قالكم المدرب سرتو انه تعرف معناتها الاجواء كانت مشحونه شويه قبل المقابله والله هي مشحونه حتى قبل بدايه المقابله بزوز ثواني باش نكونوا واضحين معناها شنو اللي صار اخي احنا ماشيين احنا وتضربنا في جابس وجوارات جابس يا ربي يعلم اش عملوا فينا وحاجات معناتها منهم جوارات انا بيرسونيلمون نعرفهم معناتها في كاريري الكل نعرفهم يجي معناتها في ماتش كيما هذاك يعمل ومعايا حاجات اللي انا وصلت قلت انت واحد قلت له هكا بالكلمه قلت له يا فلان راني انا نعرفك توا معناتها قداش سنين مش جابس جيت توا باش تعرفني بيك معناتها انت تلعب كوره ما تكونش معناتها ما تتاثرش بالاجواء المحيطه بالتيران فهمت العب كوره فهمت مالوريزمون هذيك المونتاليتي نتاعهم ما مش مشكل معناتها في الماتش ما فرحناش راه ببعضنا كجوارات وحتى معناتها فما جوارات من جابس رفضوا انهم يتصوروا في التصوير الجماعي صار استفزازات معناتها من لاعبين ملعب الجبسي بيان سور صارت هي بالطبيعه ما حاجات معناتها محضرين رواحنا احنا واحنا راهو موصينا فما معناتها الاولاد اللي نعرفوهم يتاثروا في صفيصه معناتها واحد وصيناهم اللي راهو حتى اللي بروفوكاسيون اللي باش تصير
ما يلزمش واحد يخرج على الموضوع ولا يلزم ديما حتى بالتنرفيز تقعد ديما كونسنتري في اللعب. حاجات اللي صارت غادي في جيبس ما نخليوهاش معناتها تاثر علينا في المردود نتاعنا. كل واحد يخمم في الميسيون اللي عنده شنو يلزم يعمل شنو ما يلزم وما يعملش. وبيان سور جوارات جيبس خاطر احنا نحب ولا يكرهوا كرويا خير منهم باش يحاولوا يخرجونا من ستيل دو جو نتاعنا من الطريقه اللي نلعبوا بها. هذه حاجات اللي حاولنا نستحفظوا بها في الجروب نتاعنا ونجحنا والحمد لله. واضح في بعض المقابله صارت شي مناوشات ولا وفات على خير المقابله؟ لا لا، بعد المقابله احنا بالطبيعه كنا متحذرين. بعد المقابله كملنا ماتشونا ربحنا، تلامينا اون جروب في وسط التيران، ما دخل حتى واحد البستير معناتها باش وحده. فما بعض الاشخاص اللي على غالب معناتها على مراد الله حبوا هكا، اما بالطبيعه كي باش تكون الجروب ديما مع بعض وواحد ما يصير حتى شيء. قانون الويكلو تطبق بحذافير يظهر لي في جربه، اول مره نشوف قانون الويكلو يتطبق. ما حليه قانون الويكلو كي يتطبق. بس شنو حوالي اللي صابت على الطرف المقابله هذه بعد الضربه بتاع المنكب اللي كليتها؟ اي الضربه بتاع المنكب والله جوار قال لي مانيش بالعاني بالعاني مش بالعاني، هذيك هي كوره معناتها. شنو حوالي اللي صابت؟ لاباس خشمي شويه يوجع شويه لاباس معناتها الماتش الجاي نبدا لاباس عليا، هذيك هي حاجه تصير في الكوره. بس ما توفقنيش اللي ساعة الحمد لله على سلامتك قبل ما تعدى السؤال اللي بعد. توفقنيش اللي أحسن موسم البسام هو الموسم هذا مع نادي رديس فارسي؟ الموسم هذا نقول لك إذا كان هزو شامبيونة إن شاء الله. إن شاء الله بالطبيعة ديما أنا نقول إن شاء الله، فهمت خطر تقييمك أنت مسيرتك توا من اللي جيت للسي اس اس لتوا تلحظش لي أحسن معناتها أحسن موسم تقضي فيه تواك الوقت الحاضر هو مع نادي رديس فارسي؟ سيفري انا الحمد لله يعني الحمد لله معدي موسم باهي ماهوش خايب، والنجم نعطي خير ديما خاطر ديما واحد راه ما يقولش ديما النجم مازال قدام باش نرجع الخدمه. باش نرجع لك لحكايه اللقب، بس شنو اللي ينقص السي اس اس السنه باش يلعب على اللقب اللي هو مطمح جمهور نادي رضي الشخص الكل؟ شنو ينقص السي اس اس؟ سؤال وجيه. ما ينقصنا حتى شيء تو سامبلومون، شنو ما نقصنا حتى شيء. بطبيعه ماهوش سهل باش تلعب على لقب. دابور احنا معناتها توا كلاسي برومي، يوري لي احنا معناتها ايكيب عندها ما تقول في روح، فهمت؟ تعدينا بفترات صعيبه صحيح. الحاجه الباهيه لقينا الستاف تكنيك نتاعنا واقف معنا كجوارات، خاطر جوارات راهو علينا بريسيون كبيره معناتها على فكره معناتها باش الناس تعرف. دونك كي باش تلقى الناس المحيطه بيك الاقراب يكونوا سوليدير معاك ويوريو اللي معناتها يحبوا يعاونوك، هذه حاجه عندها قيمه كبيره ياسر معنوين. الهيئه المديره زاده برئاسه سي لطفي بصراحه عاونونا برشا، كل واحد ياخذ حقه. في فما ماتشوات معناتها تعادلنا والا خسرنا، معناتها حتى الشارع ما كانش معناتها ما سايسناش كما نقولوا، مش ما سايسناش خاطر على الغالب احنا عندنا جروب فيها برشا دي جون برشا صغار، والصغار يتاثروا فاسيلمون معناتها كي باش تجي الوليد صغير باش تسبه ولا باش تقول ولا باش باش فراجيل باش يتمسوا حتى في ساقيه ما عادش يكور مليح. دونك هذيك شنو اللي عاوننا احنا اللي عاوننا انه ستاف تكنيك عرف كيفاش ياخذوا الملاعبيه، الهيئه المديره عاونتنا برشا معناتها قالوا لنا العبوا كوره، صحيح الريزلتا مش قادم تبعه لكن العبوا كوره توجيه، واحنا نعرفوا اللي راهو تلعب كوره تحب ولا بالسيف باش تبع الريزلتا. الحمد لله توا هيك مشيت معنا شويه الريزلتا، لازمنا توا نكملوا في الثنيه هذه واثنين هذي ما تهزك ان التيتر ان شاء الله. بس مقابلة حمام سوسة توافقنيش الهدف اللي سجلته وانت هو اللي حرر اللاعبين من الضغط اللي كان مسلط عليهم؟ ممكن كلامك صحيح، ممكن كلامك صحيح، مانيش انا خاطر باش نقول الكلام هذا معناتها سينو باش تولي، اما ينجم يكون كلامك صحيح. ديجا بعد البونتو معناتها فما نفسانين ارتحنا برشا، اما حبينا زاد على كونفيرماسيون لو بلوتو بوسيبل خاطر احنا في الماتشوات ديما كي نربحوا 1-0 ولا نقعدوا 0-0 لاخر دقيقه راهو برشا ستريس وبرشا كونسونتراسيون وبرشا تعب معناتها سورتو معناتها البلوك ديفونسيف، خاطر تعرف انت اذا كان انت 0-0 يلزمك تقعد فيجيلون
فهمت اون سي جامي صحيح. وهو رابح ولا خاسر لازم تقعد فيجيلون, اما بريسيون اكثر من لازم. هذاك علاش معناتها نحبوا ديما نماركيو من الاول, وخاطر فما جمعيات في تونس كي تجي للسي اس اس راهي تجي مسكره ما تحبش تلعب كوره. البونتو اللي ماركيوها احنا يبدا بك يراو هذاك اللي يحل اللعب ويخلي الجمعيه اللي خاسره تطلع لنا, وهكاك نجم نلعبوا كوره وخير معناها. بس ما يضر البونتو اللي سجلته ضد حمام سوسه, معناتها بونتو مخدوم برشا في لي زونطريمون, سيرتو رينا لي كورنير تاع محمد علي منصر اي ملا ولاو دي كورنير ديريجي وبدومي فولي كلهم صحيح ولا صحيح. احنا قبل كنا ساعات نشوتو معناتها لي كورنير رون ترونت, مي انا وامين وفرجاني زادا وحتى روج نفضلوا لي كورنير طوندو فهمتوا. بيان سور كورنير طوندو يلزمك انت تعمل لابيل نتاعك تقص على الكره باش تمشي قويه اي, ومخدومه خدمناها في لونطريمون ونجحت معنا في لونطريمون, وهذاك علاش ولينا نركزوا عليها في الماتشوات ما نلعبوهاش ديما. بيان سور ديما هكاك طوندو نبدلوا ساعات رون ترونت قليل نلعبوها سور ترونت وساعات نبدلوا طوندو. الحمد لله ربي وفقني ماركيت بونتو مزيان انا بقول بونتو مزيان بس كيما انت ما تحررت الملاعبين من الضغط اللي كان مسلط عليهم بالهدف اللي سجلته بعد هدف التعادل رينيك زاد كيف كيف ولا عندك دوب الرابع بعد هدف التعادل رينيك تكلم في زملائك باش تعطيهم الشحنه المعنويه اللازمه تاع نحكي هدف التعادل تاع حمام سوسه يا اخي. انت حسيت ملاعبيه وقتها خرجوا من التركيز نتاعهم بعد هدف التعادل ولا شنو يصير بالضبط؟ ليه مش خاطر حسينا الملاعبيه كلي مقهورين على بونتونيل اللي سجلته حمام سوسه ما كانوش يستنوا بالكل هدف التعادل. والله بونتو اش باش نقول لك معناتها هذيك راهو انا صحيح جوار معناتها في السياسات, لكن من دوري انا ودور امين ودور حمدي ودور رامي ودور توفيق زياده فهمت. الاولاد سامحني كان واحد معناتها من الاولاد اللي معناتها الكبار في الجروب اللي معناتها لونكادرمون تاع الجروب في ماتش معناتها يلزمك انت ساعات احنا زدنا نفقد اعصابنا على فكره معناتها ماناش اما يلزم نحاولوا كي يبدا واحد مازال معناتها تلقى صاحبك خرج شويه من اللعب ولا كذا ترجعوا. والاولاد تبارك الله عليهم راه اولاد باهين معناتها كرويا باهين واخلاقيا باهين زاد يسمعوا الكلام ساعات يحس روحه خرج على اللعب كي يتكلم ويرجع واحد وهذيك حاجه باهيه في الجروب اللي معناتها يجي وقت صعيب في الماتش يلزم سوليداريتي. شنية هي سوليداريتي؟ انك تلقى صاحبك في سيتواسيون خايبه تقف معاه حتى بكلمه باهيه. بس نجي اخر سؤال قبل البوز, الفرحه كانت كبيره برشا بعد المقابله نتاع حمام سوسه لهالدرجه كانت ملعبيه سوبريسيون؟ والله احنا ربحنا برشا ماتشات قبل وما نفرحوش معناتها نورمال تتعدى اين ابيرسيو بريسك فهمت. اما باهي الفرحه باهي ساعات الفرحه ما يسالش, وسيرتو احنا راه مانيش نلعبوا على ضد حمام سوسه كهو, احنا نلعبوا على مرتبه معينه معناتها كل ما نحسوا روحنا نحسوا رواحنا قربنا اكثر كل ما معناتها بتبيع باش نعبروا على فرحتنا. فمش خاطر فيكتوار حمام سوسه هي اللي معناتها فرحانين بها كهو, فرحانين بفيكتوار حمام سوسه وبالبا اللي عملناها باش اون سو كاليفي معناتها بوتيتر ان شاء الله لي بروميي في البول نتاعنا. قواف القفصه كونفيرمي تو انسحبت من البطوله ولا مش نلعبوا ضدها معناتها في؟ والله ما عندي حتى فكره على انا اللي سمعته اللي هي انسحبت. تبقينا كان جاو يلعبوا مرحبا بهم احنا مستعدين, كان انسحبوا ما يحبوش يلعبوا هذيك امورهم الخاصه احنا معنا حتى مشكل ديما نحضروا روحنا وكاو واضح. بسام احنا مش نرتحوك رتحوا مستمعين شويه نعملوا بوز صغيره مع بعضنا كالعاده اغنيه من اغنيات الفيراج الجديده نعود نرجع في ظهركم ضيف ومشكسه. Listen. انا في كوربي سبور فور ايفر تصبحات دي باس اكسكلوزيفيتي تتعرفوا عليها مع قيس عبيد ورياض بن جديه ايميسيون سبور فور ايفر كل سارية تخميس التسعون تعليل على راديو فور ايفر على راديو فور ايفر بوانيت شاك جدي افانت اينا تخميس التسعون تعليل على راديو فور ايفر This time for Africa سبور فور ايفر Thank you.
تتعرف عليها مع قيس عبيد ورياض بن جديد اميسيون سبور فوريفر كل سارية تخميس التسعون تعليل على راديو فوريفر على راديو فوريفر بوانيت شاك جدي افانتين تخميس التسعون تعليل على راديو فوريفر This time for Africa سبور فوريفر مرحبا بكم في الجزء الثاني من سهرتنا ليلة مع اللاعب بسام بلعبي. بسام شو بدا معك في ذلك نضيف ومشاكسة؟ بسام وين تقضي أوقات الفراغ متاعك في بعد الكرة؟ يزمك سيونس كامل متاع ساعة وانا نجمش نقول لك على البلايس تقضي فيها أوقات الفراغ. بسام شنية الترقيب اللي كان نكمل نجيبك على حسابك مش تراوغني لا 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 مش نجيبك أوقات الفراغ متاعي نقضيهم في الدار فقط فقط المراكب سالك بالي لا 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 مرتي توا مش معايا توا في صفاقس في تونس معناتها عندها مديدة فهمت اما معناتها جينيرالمون نبدا تعب لونتريمون دونك جو بريفير نبدا في الدار معناتها واضح بس مش هي الترقيبه اللي كاين يديروك بها في الحومه فمش نو بسام مثلا كابتن بسام كابتن ماجد شي التلقيبة اللي تو مثلا اللي يعيطوا له بالها بسام شكون يديو بسام 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 واضح بسام قداش من ورقة صفراء وحمراء خذيتها في مسيرتك قداش من ورقة صفراء وحمراء صفراء ما نعرفش قداش ما لا يحصى لا يعد لا مش لا يحصى ولا يعد اما ما انا الحمد لله معناتها راهو الاوراق اللي خديتهم ما همش برشا بصراحه معناتها ما همش برشا كديفونسور ما همش برشا بس مش نعطيوك اسماء وكل اسم اوصف في كلمه وفي جمله صغيره واضحه العمليه نحاول به منصف مرزوخي سرد سياسه راني ما عنديش معها برشا ما مش مشكله تجفي سي بري انا قلت لك منصف مرزوخي منصف المرزوخي كلام برشا فما شيء سونيا تومير تاع لو بيبل تونيزيان ياسر فرنسي عالمي حركة النهضة وعود بدون تنفيذ نداء تونس نو كومنت الباجي قايد السبسي يا ربي عينه احمد المغربي تحية لسيد احمد الجامعة التونسية كرة القدم يحاولوا يخدموا ما مازال شوية مازال شوية يزوم يزيدوا يتعبوا شوية البنية التحتية للملاعب
الانفراستركتور اي فما التحتيه ما فماش البنيه راه سيد لطفي عبد النظر سيد لطفي سيد لطفي شو تقول عليه سيد لطفي سيد لطفي هذه مشكله ما برك عاد سيد لطفي بريزيدون كبير معناتها مونتاليتي باهيه مش كيما لا بلوبار دي بريزيدون ويشرفنا نخدموا معاه بيبي المدافع نتاع ريال مدريد كوارجي ما يسر اغريسيف بلوس كيلو فو اكثر من ديز ربيت ابطال افريقيا ان شاء الله ربي وفقنا ونهزوا الكاف سامي طرابلسي عمل سي سامي عمل بتيت رغلات وما مشيتش معاه الكرة والشعب التونسي ما يرحمش نبيل معلول ان شاء الله ربي يوفقه المنتخب امنيتي امنيت كل لاعب تونسي واضح بس منصب سياسي تحلم به منصب سياسي منصب سياسي نكون رئيس الدولة ان شاء الله اي خطر معناتها انا نرى في حاجات انا بون انا يمكن ما عنديش درايه كبيره اما نقول معناتها بالك كان عملوا هكا راه كان خير بالك كان عملوا هكا راه كان خير دونك نحب نحط روحي في بلاصتو واضح بس ما توافقنيش اللي النوم بطل العالم في كل زمان ومكان لا ما نفكتش شنو تعرف الطيب بس في الدار شنو نعرف الطيب با غران شوز حكايه فرخ تخصص المعون مع المدام على الاقل نغسل المعون نغسل كي نبدا وساعات توا كي نبدا وحدي زاد نغسل فيها بيست نورمال واضح بطولة تتمنى الاحتراف فيها بس قبل ما تجيب ثم عنا تدخل على التدخل بالسكايب نخذوها بعضنا على السلامة ويالو ألو على السلامة ألو على السلامة أهلا يا قيس مرحبا بك شكون معنا معك كريم عقربي نتاع الفرام مرحبا بك سي كريم مرحبا بك ومرحبا بولاد الفرام الكل الحمد لله عايشك يعطيك الصحة بسام معك الخط مفتوح ليك تفضل مرحبا بسام عسلامة سي كريم انا حبيت عندي جوست اربع حوايج يعني شكر وملاحظة وزو سؤالات البسام تفضل باهي سي تفضل مرحبا الشكر اللي هو والملاعبية الكل يعني بالحق معناها الجمعة هذه فرحونا بالكدا رغم اللي حتى في البريود يعني صغيرة معناها جمعة برك ولعبوا ثلاثة ماتشوات وعملوا الماكسيموم يعطيهم الصحة وتوا الأولين حبيت نشكره معناها وأنه يقول الجمال معناها الجوالات الكل نحن رانا فرحانين ويعطيهم الصحة عايشك الملاحظة نقول له بسام برجولية تبارك الله عليك في الـ في الـ في الـ في الانترفيو سيرتو مع الصحافة في تونس اللي هي سي اون ميديا بي ديريكسيونيل يعني ترجي والكلوب صحيح ولازمها مبدا واحد كاريزماتيك ويبدا فايق حتى بالسؤال وما وراء السؤال اللي هو بسام بصراحه نفرح كي يكون هو معناها كي يجاوب باسم النادي الصفاقسي لانه تبارك الله عليه فاهمها الحكايه بفضلك السؤال الاول حبيت نعرف من بسام شنو اللي صار يعني بصراحه انا واحد من الناس وليت كي سي اس تلعب كونتر الفرق الصغيره هذه سواء في الطيب ميدي ولا خارج طيب ميدي ولا محاله اللي تسكر اللعب شنو اللي صار يعني توليتو تجيبوا في لي 3 بوين اسكو تكتيك تبدل اسكو ديكلونشمون في مخ الجوارات شنو اللي صار خصوصا يعني في اخر بارتي هذيا في جربه ميدون صفاقس تلعب كره لوطا شفنا تيران حموم وبورتون يعني الحمد لله عملنا ليسونسييل وجبنا لي 3 بوين نتاع لي غران كلوب هذا السؤال لو يجاوبك بالسؤال كريم بس كان تجاوبوا باهي سيدي قبل كل شيء نشكروا ساعه الكلام اللي قاله لي وهذا راهو باش نتكلم باسم السي اس اس يكون شرف كبير ليا معناتها فهمت وكلامك صحيح خويا مالوريزمون ساعات الميديا ما تعطيكش سؤال يكون معناتها سامبل سامحني بسام كريم حاول تسمعنا كم سكايب عشك اي لا كم سكايب قصيت الراديو يعطيك الصحة به وتنقص شوية في الصوت كمان عندك ولا تحط الكاسك خاطر ثم البارازيت باش الناس الكل تسمعنا راني قصيته كومبليتمون راديو باه داكوغ
سامحني بس يا مكان ايه ايه. بالنسبة للكورة معناتها راهو نحب نقول ما تبدل حتى شيء. علاش؟ خاطر لي زوكازيون احنا رانا كل ماتش نجيبو فيهم، وانت معناتها نتصورك انت تعرف معناتها قداش نجيبو دي زوكازيون في الماتشوات. تبقى ساعة لساعة على الغالب يغيب علينا شوية التجسيم. توا الحمد لله الاولاد معناتها قاعدين يماركيو، ديجا البوزوز بونتوات اللي ماركيها مدريساره، ومعناتها الكومبينيزون اللي صارت هذيك كل ماتش تصير، كل ماتش تلقى معناتها اوكازيون ولا اثنين يصيروا بنفس الفاسون هذيك. الحمد لله توفيق مع عند ربي، والفيكتوار تجيب الفيكتوار كما يقولوا فيها، فهمتني؟ واحنا معناتها واعيين بالمسؤوليه، راهو حتى ساعات ما تمشيش معنا شويه الكوره رانا نكونوا معناتها متاسفين برشا، وما تصوروش قداش نتاثروا واحنا قداش نتقلقوا وقداش نبداو معناتها نخدموا على اعصابنا في لي زونترينمون. واحد ما الحمد لله واحد يقول ديما كله توفيق مع عند الله الحمد لله. كريم سؤالك الثاني. سؤال ثاني بسام ما تجاوبنيش يعني دي المانير ديبلوماتيك قولي أيوة. صراحة يعني هو سؤال سهلو لك الساعة معناه أخويا قيس، يعني سهلو لك بطريقة أخرى. البطولة سنة خاطر أنا قلبي معبي شوية على الصحافة راهو في تونس أيوة. لأنه كما قلت لك لي ميديا في تونس مالوروزمون سي لي ميديا دلا كابيتال، وهذه حاجة أنا مقتنع بها لكن ماهوش موضوعنا. اسكو سنة بصراحة احنا يعني نجم نقولوا يعني شامبيونا 100% يعني نلعبوا عليها وما غير ما غير ما غير معناها ما سونس ديتاسيون معناها فهمتني، ما غير ما نقول والله هذاك عنده افكتيف مش نورمال يحكيوا عليه برشا، الاخرى تروا فينال شامبيونز ليغ ما نعرفش شنو هي وهكا الحكايه هذيك وهات مكلاوي فهمتني. يعني اسكو تجم انت تقول لي معناها نحن معناها حظوظنا والحمد لله. اي بتقول لي الاخرى عندها افكتيف والاخرى كذا، الافكتيف الحمد لله احنا الافكتيف نتاعنا من احسن ما فما في تونس وكل ما يحكيوش عليه هذاك علاش حبيت نقول. مش مشكل مثال اللي اسمع راهو ديما اللي معناتها كيما نقولوا واحد نخدمه بالستر احنا لاباس ما يحكيوش علينا توا ويحكيوا علينا من بعد خير من يحكيوا علينا توا ومن بعد ما يحكيوش علينا، فهمت؟ مش مشكل خلي يحكيوا كيما يحبوا معناتها فهمتني. لا اله الا الله قلت لك الافكتيف الحمد لله عنا افكتيف ريش برشا برشا لعبيه برشا كورجيه. بالنسبه للاكسبيريونس موجوده، لي ريزولتا هاي بدات تتبع توا الحمد لله، ومعناتها النتائج معناتها ظهرت بالوقت. توا حاليا احنا معناتها اوني بلاسي لي بروميير في الـ في الـ في البول نتاعنا، ما يوري اللي احنا معناتها احسن جمعية ولا من احسن جمعيات باش ما نشكروش روحنا برشا. دونك كل شيء متوفر، تتبقى شنية من بعد معناتها كالعادة الجرينتا والقليب ذوكم لازمين، وان شاء الله ربي يسهل لنا وكعو معنا. كريم معنا ما هو معك كريم، اذا ظهر لي الاجابه كانت واضحه نتاع بسام، نشكرك على التدخل معك نتاعك معنا الليله، وان شاء الله وان شاء الله في فرصه قادمه كريم. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم على خدمتكم. عايشك كريم، يعطيك الصحه وبسام. نواصل الفقره نتاعنا. احسن هدف سجلته بسام بلعبي في مسيرتك الكرويه؟ احسن هدف فما باهي نبدأ لك بأقرب هدف اللي هو الهدف الأخراني هذا. دبلوماسية هذه. لا علاش لا أنا واحد من الناس عجبني البونتو برشا، أنا مع روحي عجبني معناتها فهمت باش وعجبني الشخصية كلها فهمت. الحمد لله يا ربي. باهي البونتو هذا ماركيتو باهي، ماركيت بونتو كونتر الكلوب أفريكان زادا تير من البعيد باهي، ماركيت بونتو للإسبيرانس زادا معناتها ممكن قبل السنتر بون هذيك كان فيها شويه زهر، لكن انا في مخي معناتها حبيت نماركيها هذيك اللي انا معناتها في النهار هذيك خذيت لي كونديسيون كل حطيتهم معناتها خاطر فهم شويه ريح وفهمت شوتها وماركيتها معناتها حاجه. ثلاثه بونتوات هذوما، بونتو كونتر كلوب افريكان، بونتو كونتر ليسبيرونس، وبونتو الاخراني هذا اللي ماركيته بالراس. واضح بسام قالكم شي ملعب جربه ميدون اللي كان الكل غنم يسرح فيه. لا الكلمه هذه ما قالولناش ما قالولناش حاجه كيما هكا، اما
قبل الماتش بنهار مشينا وصلنا احنا للجربة مشينا شفنا التيران نلقاو بلاكة داخل فهمت هذه دراسي نغزر البلاكة مكتوب عليها الملعب في حالة صيانة معناتها انا نغزر البلاكة قلت الملعب في حالة صيانة مش خجين نعملوا احنا لهنا وما غير ما تغزر البلاكة معناتها الليتا متاع التيران برامور معناتها جمعية جيبس هم اللي حابوا يلعبوا غادي فيو اللي راهو معناتها الكاليتي تكنيك الموجوده في الجروب نتاعنا ومعناتها الكوره اللي نلعبوا فيها لكن الحمد لله معناتها قاومنا كل الظروف بس من بعد الكوره شنو تخم تعمل انا عندي ميتريز انتريمون سبورتيف فهمت عملت 4 سنين اينبس وعندي 3 دوغري انترونور معناها فهمت دونك ما نعرفش بعد الكوره هذه بوسيبيليتي معناتها كوني نكون يا بروف يا انترونور نتاع كوره واللي فيه الخير تو ربي يقدروك ان شاء الله اقرب صديق ليك في السي اس اس به قبل ما نجاوبك على السؤال هذا خاطر الاولاد الكل اصحابي والاولاد الكل معناتها حاجه من لي بوين فور نتاعنا اللي احنا كلنا خيان فهمت معناتها حاجه راه مهمه بياسر في الجروب فهمت ماهيش حاجه سهله واقرب الاولاد فما رامي وتوفيق وامين وفرجاني وسمي لك كل توك سمي لك كل ودالي وعلي وكل معناتها بالحق كلنا خيان مانيش نسمي معناتها انا سميت لك هذول الكبار خاطر احنا معناتها فرد عمر دونك حتى تفادليك خاطر تفادليك يفرق معناتها فهمت كيفاش مش حاجات معناتها فهمت يا عم كلنا خيان كلنا نحبوا بعضنا وتغير على صاحبك في التيران معناتها حاجات باهيه واضح بسام اكله بسام مفضله اكله صفاقسيه والله تصدقني كان نقول لك للتو ذقت اكله صفاقسيه بعض اللي مسيره وحماين وكلك بصير والله هذه ما قلت لي اصحابي انا نلوم على اصحابي تو انا نلوم على اصحابي التو ذوقوني اكله صفاقسيه والله سيدي فريقك الاوروبي المفضل باهي فريقي المفضل انا رو انا في اوروبا اي في اوروبا انا راني نحب الكوره نحب نتمتع معناتها بالفرجه فهمت اما انا نحب البرسا والريال مانيش متعصب راه اما نميل اكثر للبرسا على معناتها المانير دو جو نتاعهم الطريقه اللي يلعبوا بها على حتى الرولونس نتاع لي ديفونسور اللي تتفرج فيهم اما نميل اكثر للبرسا واضح حسب رايك شكون باش يهز رابطه ابطال اوروبا السنه هذيك توك عبارة قلت لي يا اخي انتم باش تهزوا الشامبيونا فهمت ما تنجمش انا نعطيك احكام كيما هكا فهمت انسان لا بالعكس البارح الارسنال مثلا ان شاء الله ترشحت فهمت تسخفك انت كي تتفرج في ماتش كيما هذاك صحيح فهمت ما تنجمش تو تتفرج في ماتش كيما هذاك وبعد تقول والله لا ما تنجمش نتوقع واضح عندنا تدخل ثاني بسكايب عسلامة عسلامة مرحبا يا اخويا قيس عسلامة مرحبا بك شكون معنا؟ انا مناف سلامة محب للاتحاد الرياضي المنسيري من دكار نكلم فيكم حبيت نحكي مع بسام شوي مرحبا بك سيدي مرحبا بك عسلامة بسام عسلامة اخويا لاباس عليك خويا الحمد لله عايشك ربي فضلك والله باش نبداو معنا ماهيش دبلوماسيه ما نحب نشكرك على الحق على خاطر سي اون فيغتي دو فواغ ان جوار اللي هو مش ولد كلوب نتاع سي اس اس اما يعطي في برفورمانس كيف ما هكا بالاثنين يعيشك ربي يفضلك يعطيك الصحة يعيشك و سيرتو البونتو المزيان نتاعك كونتر حمام سوسه تحسو بونتو بالساق مش بالراس بيان بلاسي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا خويا الحقيقة حبيت نسألك على ليكيب ناسيونال معناها عندنا تحس عندنا مشكلة في الديفونس اي بورتو مازلنا ما نراوش في اسم بسام البلعابي في ليكيب ناسيونال نحب نحكي معك بصراحة معناها هذه حكاية ماهيش حكاية جهويات كما اللي توالى ما حكاية جمعيات فهمتك والله ايش نقول لك انا وقت اللي صارت الكونفوكاسيون تاعي للليكيب ناسيونال
لعبت ماتش كونتر رواندا, وريت انا شنو نجم نعطي للكيب ناسيونال. مالوروزمون الماتش هذا كان بعد في اخر الماتش انا تضربت, صارت لي فراكتور في الكلافيكول, معناتها الناس ما تعرفش بتتر, معناتها في الفوق في كتفي. بعد معناتها ما تمش استدعائي للمنتخب, هذه اختيارات المدرب, وانا بطبيعتي من قبل نحترم راهو اختيارات المدرب. وكي البارح كيما اليوم انا نختم على روحي, واذا كانت معناتها عايت لي معناتها مدرب المنتخب الوطني هذا فخر وشرف ليا, كان ما عيط ليش نخدم على روحي بس صغيت لاوكا وفهمت نخدم الجمعيتي بريتو والروحي زادة. عايشك يعطيك صح على التدخل معك, التدخل متاعك معنا ليلة من دكار, وتحية ليك وتحية للتوانس الكل اللي موجودين في دكار. بسيم ثم محب زياد مزيد معناتها حط كومنتير باش نقراه لك الكل. زيد مزيد يقول لك بدون رمي ورود خويا السلام عليكم وانست معناتها البرنامج هذا يقول لي السلام عليكم وانست بفابيو كانافارو من الاخر. بسام تقول ولد بلاد كيكور والله رغم اللي مازال جديد في السي اس اس, ان توكا هو توا ما عادش جديد, ما بالرسمي تقول مولود في بلاد العربي ولا في حي الحبيب, يعني يحب الجمعيه وريناه في البيت نتاع حمام سوسه. يا معلم يا معلم راك راجل سامحني خاطر يا معلم راك راجل تقول بالرسمي شنية الفارة متاعو بالرسمي عالمي. وباش نقول حاجة أول مرة نقولها, وقت اللي خرج شاكر من السي اس اس قال كان استحقيته باش تحكيه مع جوارات في الجمعية أمين عباس وبسام بلعبي. يعني أنت كي تسمع شاكر يحكي هكا راهو مش يلعب راجل كارير, يعني يعرف اللي مشى وخلى بسام. ونحب نقول له حاجة بركة وقيس أكد لي عليها هذه, يا قيس أكد لي عليها هذه, الشعب يريد الشامبيوناء بالفرشة إفكتيف كي هذا حرام خويا كي ما يهزش البطولة. بالنسبة لي أنا إفكتيف متاع الأفريك وكوب دي موند, وإن شاء الله يا بسام كلام هذا ما يمشيش هكا. ونحب نقول اللي احنا عنا برشة ماريناش ديفونس سي اس اس هكا, وربي معكم خويا وربي معكم, وان شاء الله نهار لحد تشوفوا منا حاجه باهيه. ونتمنى بعد البارتي تشرفنا خويا في البلوك. وبربي هذه وصلها يا قيس بسام جرينتا الاولاد جرينتا الاولاد فاسير كامبيون تزها الدنيا, ونشوفوكم على البوديوم. هذه تدخل زياد مزيد, حاولت باش نقرا الكل خاطر الكاركتير معناتها بالمسهل هذا بالفرنسي. وتحيه ليه زياد. يعطيه الصحه سي زياد. انا نجاوبو ايميدياتمون معناتها بالوقت ونقول له الكلام هذا راهو انا واحد من الناس توا كي نسمع كلام كيما هكا ما يخليني كان انا نحس معناتها الاحساس بالمسؤوليه يزيد. ومعناتها واحد يقول معناتها لازمني نعطي لو ماكسيموم باش ناس كيما هكا معناتها نزيد نفرحهم. وراه ماهوش مزيه معناتها واجب هذا باش واحد معناتها كرويا ولا حتى معناتها يحاول باش يعاون اصحابه بالاكسبيريونس اللي عنده, ما لازم واجب هذا فهمت. وابريتو كي سي اس اس باش تنتدبك تنتدبك معناتها على برشا حاجات وبرشا دي كاليتي معناتها فهمت. وبيتيتر هما راو فيا حاجة كيما هكا وهذا شرف كبير ليا راو. ومعناتها ما عارش انا في طبيعتي كي نخدم راني معناتها ما نخدمش, نقول نخدم انا باش ربي يوفقني باش, وربي راه واحد كي يخدم بطبيعته معناتها باش يوفقه فهمت. اذا كان واحد يخدم بضمير ربي بطبيعة باش يوفقه حاجة معناتها ما فيهش كلام هذي. وان شاء الله ان شاء الله ربي يعاوننا وكاو. أنا تدخل حتى آخر بسكايب. ألو عسلامة. عسلامة أخويا. مرحبا بك, شكون معنا؟ وبيك عايشك, معك رمزي النفزي. مرحبا بك سي رمزي. منين؟ صفاقسي نعيش في السياد, حبيت نتدخل جيستو. مرحبا بك سي رمزي ومرحبا بأحباء نادي صفاقسي في كامل بقاع العالم. معك بسام برعبي يسمع فيك, تفضل ليك الخط. ربي يخليك. انا نحب نقول البسام تبارك الله عليك, يعطيك الصحة على المردود الطيب اللي تعمل فيه مع الجمعية. عايش اخوي, ونتمناه على قريب يولي مردود ممتاز ان شاء الله. معناتها فريمون العبد
معناتها انت عملت لي اضافه للسي اس اس ومن اللي جيت برشا حوايج تتبدل تحب تخدم على روحك واحنا فرحانين بيك في الجمعيه عايش. ما عندي حاجه انا نحب نقولها وما نعرفش ماذا بيا انا راك تشاركني فيها ولا بس اي تفضل. ما تراش اللي السي اس اس ناقصه مهاجم قناص راس حربة تشاركني فيها الحكايه هذه ولا والله باش نقول لك ناقص مهاجم ماهيش ناقص مهاجمين برك الله معناتها الاولاد برشا لا تكونيت احنا ساعه ساعه لونتونير راه يتعب شويه باش يلقى الفورمول معناتها اللي باش يحطها لكن تقول لي يثري نثريو الجروب ما فيها باس احنا ديما نلوجو مخير وديما معناتها نلوجو البلوس لجمعيتنا معناتها حاجه معناتها بديهيه كيما يقولوا فيها اسمعني بسام سامحني قصي كلامك بالخير تفضل. على البالي سي اس اس فيها مهاجمين ومهاجمين كبار ما انا حسب ما نشوف معناتها مازالوا مش حاضرين يعني المهاجمين اللي عندنا مازالت لهم خدمه نتاع عام وعامين باش يكونوا مهاجمين كبار كيما نحبوهم احنا كيما السي اس اس تعودت بهم خاطر السي اس اس راهي جمعيه كبيره وتعودت بجوارات كبار ومهاجمين كبار صحيح كلامي ولا صحيح صحيح معناتها المهاجمين اللي عندنا ما قلنا عليهم حتى شيء معناتها باهين تبارك الله عليهم ما تحب انا هكا حسب رايي انا نراهم معناتها نتاع خدمه عام وعميل قدام باش باش كيما نقولوا يوليو كبار كيما احنا نحبوهم صحيح. الاولاد رايي انا تو نرى اللي جمعيه ناقصه مهاجم راس حربه قناص معناتها باي طريقه لازم يجي هذا معناتها السيزون هذا مشى ان شاء الله السيزون الجاي صحيح تعطيك الصحه انت ديجا انت جاوبتني تو تسمى معناتها معناتها اذا كان السيزون جاي باش يجينا نلقاو احنا اتاكون اون بوينت معناتها اللي بالحق معناتها بوتور كيما تقول انت ماذا بينا احنا ما راهو كاليتي هذه معناتها ما تلقاش خاطر بالرسمي بسام والله هكا حسب نشوف معناتها الجمعيه ما نقصها حتى شيء ومنصر تبارك الله عليه معناتها قاعد يعمل في حاجات كبيره ياسر ما نعرفش معناتها قاعد يلعب في كوره صحيحه صحيح تبارك الله عليه فل قاعد يحسن في روحه وقاعد يخدم وبقدره ربي يعني مش يكون يعني حاجه كبيره في السي اس اس عنده مستقبل كبير السنه فيه كل ماتش معناتها انا من هون نتبع راني في الماتشات كل ماتش نار يعني يلعب وتبارك الله في الاخر معناتها ديما كي نوصلوا قدام معناتها الكاج ديما ما فماش تسجيل ما فماش تسجيل حتى ادريسات اوكي سجل مثلا زوز اهداف ضد جاب صحيح ولا صحيح اي انا التو من انا مثلا عندي انا ادريسام مازال ناقص ماهوش مهاجم تاع السي اس اس برجو لي اوكي معناتها اون برانسيب راهو سجل لنا تو زوز اهداف رانا كنا ادريسا وادريسا لا مازال ناقص ادريسا مازال تحب له خدمه ماهوش المهاجم اللي السي اس اس معناتها اللي السي اس اس حاجته به فهمتك فهمتك صحيح ولا اي فهمتك فهمتك ميساجك واضح باش نحاول نجاوبك فهمت باهي ايش نقول لك يجي اونترونور توا يلقى جروب معناتها قدامه راهو الاونترونور معناتها نورمالمون يحاول يادابتي الفورماسيون نتاعو ولا الفورمول نتاعو على حسب لي كاليتي نتاع لي جوار اللي موجودين عنده معناتها انت فهمت تفهم فيا ولا اي لا صحيح وهيك علاش ما لمتش على المدرب انا يعني ما قلت حتى كلمة على المدرب اي لا معناتها لا ولا نحكي معك بكل واقعيه معناتها مانيش لا, 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 لا هو رمي ورود للمدرب ولا حتى واحد نحكي معك معناتها باللي برايي انا الكروي كلامك صحيح المدرب معناتها لحد الان ما عليه حتى لوم وغلط اللي لوم مدرب خاطره كيما قلت انت هو مش عنده افكتيف قاها معناتها حاضره مش يلعب بها ما موش مش يجيب هو معناتها جوارات مسمى صحيح ولا صحيح معناتها توا كي باش تلقى لي زاتاكون تاعنا لي زاتاكون تاعنا راهو معناتها تشوفهم هما يخدموا اون بوينت يخدموا يمين يخدموا على اليسار احنا مثلا نحبوا مثلا انا تاكون اون بوينت اللي بلغه اخرى ما يخرجش معناتها من قدام الكاج من 18 متر فهمت فما اون كاليتي نتاع دي زاتاكون بالطريقه هذه لكن لي زاتاكون الموجودين نتاعنا الموجودين حاليا راهم يخدموا في خدمه كبيره ياسر لا صحيح تقعد شويه حتى واحد لازم يقول عكس هذا تقعد شويه التجسيم راهو معناتها سبحان الله معناتها يصير معناتها واحد لا غالب ماتش اثنين ثلاثه ما تتوافقش ما تمشيش معك الكوره اما سوا سور خويا راهو الفرص اللي نخلقوا فيها احنا جمعيات كبيره تخدم 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 ما تنجمش تخلق الربوع نتاعهم لا بس يعني خاصه بالافكتيف اللي عندكم يعني كلهم اولاد صغار بس صحيح معناتها وانا حسب رايي
أنا حسب رأيي أخويا المدرب قاعد يخدم في خدمة كبيرة زادة وتبارك الله عليه، وتحسه معناتها يميل ياسر للتكوين أكثر من معناتها التكتيك، وخاطره وتحسه يحب يكون جوارات اللي عندنا، صحيح ولا أخويا؟ يحب يكون سيفري، أما راهو زادة يحب زادة معناتها نحبوا نلعب على شامبيونا، معناتها تكوين رانا مرحلة معناتها خذيت وقتها وصيب بريسك تعديناه، فهمتني خويا؟ رمزي يعطيك الصحة على التدخل نتاعك معنا ليلى، ومرحبا بك ان شاء الله في فرص ثانيه، يعطيك الصحة وان شاء الله ديما تحية لحبيب السيسيس في العالم اجمع. عايشك ان شاء الله ديما زاهين وفرحانين، وان شاء الله ديما مفرحين الاولاد. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، يعطيك الصحة. سبور فوريفر بسام، تبارك الله حبي السيسيس مع على مجمع ليلى، هاي تبارك الله السنغال، من السنغال السويد زين لنا واحد من اليابان مسكر السي في. بسام تلعبش برومو سبور؟ لا ديجا مانيش ما نعرفش حتى كيفاش يتلعب بالكدية، معناتها فهمت عندي فكره صغيره كيفاش تلعب برومو سبور. بسام ليلى مش تلعب برومو سبور معنا، لا حبي البرومو سبور وشبكه البرومو سبور للحبي اللي يسمعوا فين المغربي برومو سبور وبسرعه معنا في فيسا معنا التكهن. نقول لك سي ميلون باليرمو، ميلون بولونيا، جوفنتوس، جوفنتوس تورينو، لازيو، لازيو سامدوريا، انتر ميلون، الانتر، فيورنتينا، جنوا، اكس كاتانيا، اودينيزي، ماتش نول، بس بيسكارا، كيفو، فيرونا، ماتش نول، سيانا، كاليري، ماتش نول، ريال مدريد، مايوركا، ريال تصور زيد انا زيرو، فالونس، ريال بيتيس، فالونس، مالاغا، اسبانيول، مالاغا، ختافي، اتلتيكو بلباو، نول، واخيرا ريال سوسيداد، بلد الوليد، ريال سوسيدا. الليلة المستمعين اللي مش يربح يقصب معك اللي مش يربح صحة وبشفاء وكان يحب يقصب مش مشكلة. بس ما عندك شي هكا أغنية أنت تحب تسمعها، الأغنية أنت فيراش تحب هكا ولا أغنية من أي أغنية تحب تسمعها؟ أي أغنية انا من نوع راهو اللي ما عنديش اغنيات معينه نحب نسمعها، نسمع الاغنيه الباهي المزيان اللي تسمعها اللي تحبه الوذن معناتها، لكن توا كان فما امكانيه سمعني اغنيه من اغنيه الفيراج جدد. اه سيدي الرد مباشره تفضل. سبور فوريفر، restez branchés sur radioforever.net. Yeah.
استناونا في غمزة مع رياض بن جدية الله عظيم جاوكم طير شوف روح يا شوف كم الطبال دربك ودربك ما لا لعب هذي بريزة يدرك بريزة سبور فوريفر عزي مسمعين لولولو عزي جدو بيان عزي كل كسوة بوزيسيونيتي مليون افان افرسيل وكتب معاكم لسي حبيب ميقالو نيميتور لوجيك وقلب حديد نيميتور قلبه صافي ونشت حافي عاودي معاكم نيميتور حبيب ميقالو عاودي ورس علينا يعني فرحان عاودي ورس علينا معانا البرمي انفيتي عاودي سي حمادي اللي برجة مجانوش عاسي حمادي تكلم امي قول اسناولك والله العظيم جوكم طاير والله العظيم راني اتوحشتكم حبيت نتدخل اليوم ونقول الجواريت راهو نستناو في البطوله يا سيدك هاي ربي معكم يا اخويا عاودي كيش كنت نجم ما طالع الجمله يا امي قالوا نسيت باش نقول لك زاد راني نسلم على بسام بولابي خاطر انا زاد نحبه برشا عاودي كيش كنت نجم زاد مع النوفيتي نمبر 2 عاودي شمشوم شمشوم معانا شمشوم هذا نوفيتي عاودي متعرفوا الجملة عاودي شمشوم تفضل شمشوم شبيك حاشم شوف السلام عليكم انا شمشوم شمشوم عرفتوني شمشوم شمشوم حبيت ندخل معاكم ونقول لكم راه الجو نتاعكم طاير برشا وصار ربي معاكم عاودي كنت نجم ها شمشوم برس علينا قول شا قول شا 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 هذيك كنت نجم هذيك كنت نجم عزي اليوم فوان ان شاء الله معاكم حبيب ميقالو في ندخل بعد اخر استناونا في غمزة مع رياض بن جدية الله العظيم جاوكم طير شوف روح يا شوف كم الطبال دربك ودربك ما لا لعب هذي سبور فوريفر تصل لحد دي باسبورت اكسكلوزيفيتي تتعرف عليها مع قيس عبيد ورياض بن جدية ايميسيون سبور فوريفر كل صريح خميس 9 تاع الليل على راديو فوريفر على راديو فوريفر بوانيت شاك جدي 21 خميس 9 تاع الليل على راديو فوريفر This time for Africa مرحبا بكم في الجزء الثالث والاخير من حصتنا ليله وبطبيعه هكا بسام ديما الجزء الاخير باش نتعداو الاسئله نتاع الحبايب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي اول سؤال من اسئله الحبايب بسام يقول لك شنو رايك في المدافعين الشبان كيما بن صالح الحسيني والصرحي الاولاد لعبوا معنا مش في الوقت الحالي في ظهر لي شهر التالي عملنا معناتها ستاج وجات فتره معناتها تمرنوا معنا مده طويله شويه اللي انا ما تعرفتهم وكورت معهم زيادة الاولاد باهين كورجيه عندهم مستقبل قدامهم يزيدوا ويخدموا فهمت وراو سافيان دغالو طون اللي باش يلقاو فرصتهم الوقت هذاك لازم يوريوش عندهم واضح بسام شنو الدوري يلعب فيه حمدي القصراوي في المجموعه وخاصه في الملعب حمدي برمي لي ليدور نتاع ليكيب معناتها حمدي معناتها بالاكسبيريونس نتاعو يديريجي معناتها كيسو سوا ديفونس نتاعو في 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 ظروف معينه معناتها مثلا كيما الفترات اللي الفتره معناتها اللي تعدينا بها المده اللي فاتت ما كانتش فتره باهيه برشا كانت فما شويه بريسيون شويه ستريس حمدي وانا معناتها رامي امين معناتها الكلنا معناتها كالولاد معناتها حاولنا باش معناتها نقفوا مع اصحابنا لي بلو جون معناتها ونعاونوهم حتى مورالمون سالا ساعه تلقى مشكله مثلا نتاع جوار في جروب نحاولوا نحلوها سورتو الحكايه هذه معناتها امين تلها بها بون نرجع لك الحمدي زاده حمدي سورتيرا مثلا عنده بوان فور تعاوننا برشا
اللي بالا ايريان معناتها الكور سكوسوا اللي كورنير ولا اللي كفرون يعاوننا طول القامه نتاعو ما تتعاون برك الله عليه برك الله عليه 55 خمسة وخميس على كل الملاعب يلعب في السي اس اس ربي بعد عليهم العينين ان شاء الله فهمت دونك معناتها نحوصل لك عنده ان رول امبورطون قاعد يقوم به وان شاء الله ربي يعينه ربي يوفقه ان شاء الله الو الو عسلامة نظل يفقدنا الاتصال الو عسلامة أو يا عسلامة عسلامة مرحبا بك مرحبا بك يعيشك شكون معنا أماني من صفاقس منال أماني أماني من صفاقس مرحبا بك أماني تفضل أماني الخط مفتوح ليك أو بسام يسمع فيك شنو حالك بسام عسلامة أختي الحمد لله عايشك والله حبيت نحكي على الماتش متاع الكاف مع الحديدين ان شاء الله أيه حبيت نجبد على الماتش متاع ليوبار متاع مناوي كي خسرنا في صفاقس وانسحبنا معناها بكري مع الماتش وقت خسرنا كونتر الفتح الرباط اللي هي تسمى اكيب ما عنديش حتى تاريخ فيه في الافريق في بالي معناها سي معناها وقيت الو يظل الاتصال فقدنا الاتصال من المصدر ان شاء الله تعاود تتصل بينا ونعاودوا ناخذوها ميسير حتى ما حتى مشكلة بس يا مشنو رايك في موقف بون انا بريسك فهمت راه السؤال نتاعها على ماتش ليوبار اللي خسرنا اي مسالش خلينا نحاول نجاوب على حسب انا شنو فهمت شنو باش تفضل بس مفتوح لك مسالش مش ما الوقت ما تفضل ما ثم حتى مشكل باين كل ساعه فيل مش باهي هذا راه جبتهولنا اما كلامها ماهوش غلط يلزم واحد يحط في عين الاعتبار معناتها الماتشات هذوما راهو ابروبو معناها تبارك الله عندنا برشا جوارات لاعبين شامبيونز ليغ ولاعبين معناتها مباريات على المستوى الافريقي نعرفوا قيمه الماتشات هذوما نعرفوا شنو هي الميسيون نتاعنا في بلادنا نعرفوا شنو يلزمنا نعملوا شنو يلزمنا ما نعملوش كجوارات معناتها نحاولوا ان شاء الله ربي يوفقنا نماركيو واحنا ايكيب معناتها تلعب القدية القدام نركزوا التالي باش ان شاء الله بقدرة ربي ما نقبلوش بنتوات واختي نقول لك ان شاء الله ربي وفقنا ونفرحوك فرحوا كل جمهور صفاقس احترام لكل المتدخلين المستمعين معناتها امين تنجم تعاود تتصل بينا نعاودوا ناخذوها من جديد ما ثم حتى مشكله بسام رايك في موقف مش نعاودوا ناخذوها مره اخرى عسلامة ماني مرحبا بك مرة أخرى الاتصال انقطع من عندك أنت يا ظهر لي متسير شاو بسام مرة أخرى معك تفضل احنا احتراما ليك واحتراما لكل حباء السيسيس تفضل او بسام معك مرة أخرى عاشق قيس جس كما حكيت قبل معنا هي ممكن نكيب مش نلعبوا كونترا ما عندهش حتى التاريخ في الافريق معنا واحنا خير منها على الورق ما سير تيران حاجة أخرى وما نزمش بواحد يدخل مستسهل المنافس نلعبوا معناها نحاولوا ما نقبلوش بندوات في صفاقس نحاولوا نلعبوا الكاليفيكاسيون في صفاقس هذاك ايش حبيت نقول لك هاو باش السيناريو واضحه الفكره ولو الاتصال انقطع مره اخرى واضحه الفكره يا مين يعطيك الصحه وهو بس مش يحاول يجاوبك مره اخرى لا انا ديجا هذاك السؤال اللي توقعته وجاوبت عليه مين نعاود ناكد للاخت معناتها اللي راهو ماناش مستسهلين حتى ايكيب واحنا رانا كي باش نلعبوا سورتو الماتش هذا باش نلعبوه لجمهورنا اللي باش يجي يتفرج في الماتش وعندنا برشا ما جاش جمهورنا للاستاد ومعناتها نعاودوا نفكروهم جمهور السي اس اس اللي اقل من 20 سنه من غير ما يتعب روحه يمشي للملعب لازم يكون عنده 20 سنه فما فوق والاستظهار خصوصا بطاقه تعريف بالنسبه للجمهور اللي عنده تذاكر وبالنسبه لزابوني بطاقه التعريف الوطنيه يلزم الجمهور يكون معاه بطاقه تعريف وطنيه باش ينجم يدخل الاستاد بس يم. واضح قلت لك احنا نورمالمون 5000 هكا ولا 5000 ان شاء الله اي 5000 في الوقت الحالي معناتها يتسمى عدد باهي ان شاء الله معناتها نكونوا 5000 وان شاء الله احنا رانا كي باش نلعبوا ماتشونا باش نحاولوا نفرحوا جمهورنا باش يتفرج في ماتش باهي يتفرج في جمعيته تلعب في كوره مزيانه كوره حلوه وبيان سور معناتها الشيء هذا ما يخليكش تستسهل المنافس بالعكس تحاول تعطي اللي عندك وان شاء الله ربي يوفقنا وكاو ان شاء الله على كل 1000 محب بونتو بسام ان شاء الله
خمسة بليش سكوربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس يظل عندنا تدخل واحد آخر بس كات نأخده. ألو عسلمة. ألو عسلمة. عسلمة مرحبا بك، شكون معنا؟ معك خالد سويسي مقيم في ريبوبليك تشيك في براغ. مرحبا بك، سامحني سيسي شكون حمدي هكا قلت لي؟ خالد 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 سيسي من ريبوبليك تشيك. مرحبا بك خالد. آه سويسي مرحبا بك سي خالد، مرحبا بك ومرحبا بأحباء سي 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 في ريبوبليك تشيك. آه معك بسام يسمع فيك ليك الخط. أهلا أخويا بسام. عسلامة أخويا، مرحبا. مرحبا بك. اللي نحب نسألك تفضل، سواء أنت ترانيت عند برشا أنترينات في تونس وتركلم عند العرب في الإدوال، العرب في التا، العرب في برشا جمعيات كونسيرنون اللعب في سفاقس يتوى مع كرول، سواء ترانيت مع كرول، شنو تشوف الكرول بالنسبة للأنترينات اللي ترانيت عندهم حياتك في تونس؟ ثم تغيير تحس ثم عقلية أخرى زرحها فيكم، فما اسبريت جو جديد تعلمتوه، فما كاليتين تاع لعب علمكم معناتها كيما نقولوا احنا علمتكم ديباز، فما ديباز زادكم علمتكم فيها قوى فيكم، ولا جست في جست اللقاء اللي موجود يصلح فيه برا؟ فهمتك، واضح واضح سؤالك خالد، يعطيك الصحة وبسام مش يجاوبك. واضح سؤالك خالد، سمعوا بسام مش يجاوبك، يعطيك الصحة وشكرا ليك وشكرا على التدخل معك متاعك معنا الليلة. عندي مشكلة الليلة في التدخل متاعك. ليك الخط بسام. باهي، قبل كل شيء مسيو كرول كي جاء بيان سور مش من نهار الاول هو باش يبدا معناتها يوري شنو الخدمه اللي بدا يخدم فيها، لكن انا بيرسونيلمون باش عرفته معناتها اونترنور كبير ابار اسمه ابار بالماريس وبار كل شيء معناتها، فما حاجات الاونترنور اللي يلاحظهم ويحاول يصلحهم في جوار يعني توريك اللي سيت ان اونترنور معناتها دو غران كاليبر. اللي برشا انترنيرات انا بيرسونيلمون تعديت عليهم جامي عملوا لي كومونتير ولا جامي لاحظوا لي عليهم، وسورتو اللي مسيو كرول معناتها كان معناتها ديفونسور معناتها كان فهمت نفس البوست انا وياه، معناتها كي يعطيك ان كومونتير ولا حاجه لازم تحاول معناتها تفهمها وتابليكيها وتطبقها فهمت باهي، هذه حاجه من الاول. من بعد الستيل دو جو ولا والطريقة اللي نخدموا بها والمونتاليتي اللي زرعها في الجروب معناتها خطر، هذه حاجات معناتها فما اونترنيرات اخرين يمكن يحاولوا باش يوصلوها، لكن المانير تقعد المانير كيفاش باش يوصلها معناتها الفيو نتاعو للطريقة نتاعنا في اللعب اللي رمارك اللي يعملهم للجوارات ساعات معناتها خطر معناتها حاجات اللي قليل ياسر اونترنور تونسي يتعرض لهم بصراحه. واضح. ما نجمش نوصف لك بالضبط الطريقه معناتها نتاع الخدمه نتاعنا، لكن ترى ديفيرونس اللي كان اللي معناتها اللي ولات موجوده بين قبل وتوا، الكوره قداش ولات سهله تخرج ما بين الجوارات معناتها حاجات راهو اصعب حاجه في الكوره انك تسهل اللعب، فهمت كيفاش؟ هذه رومارك راهو كبيره برشا معناتها مسيو كرول يقولها لنا، اللي اصعب حاجه في الكوره انك تلعب الكوره السهله، فهمت؟ واضح بسام، يعطيك الصحه. بسام مش نسالك شنو رايك في الموقف الجمهور العظيم للنادي رياضي الصفاقسي بعد هزيمه من النجم، وهنا نحب نحيي كافه احبين نادي رياضي الصفاقسي اللي تو قاعدين متفاعلين معنا في لي باج نتاع سي اس اس الكل، تحيه ليهم الكل اللي يتبعوا فينا وقاعدين يسالوا فينا ويحيوك ويسلموا عليك ويقول لك يا بسام يعطيك الصحه. يعيشك سيدي، يعطيهم الصحه هما زاده، ويعطيهم الصحه على الرياكسيون نتاعهم بعد ماتش ليتوال، فريمون معناتها حسينا معناتها بالوقفه نتاعهم معانا، وهذيك راي الوقفه هذيك راي اللي خلتنا توا نكونوا معناتها كلاسيكي ما هكا، وقفه جمهورنا معانا، وقفه جمهورنا بعد ماتش جيبس، فهمت معناتها حاجات كيما هكا ما يعملوا كان جمهور كبير نتاع جمعيه كبيره.
تحية ليهم الكل، تحية الجمهور العظيم مرة أخرى للنادي الرياضي الصفاقسي. لا فريمون يعطيهم الصحة صراحة، هذه شهادة من لا خطر من خطر كبير. شو معناتها تخسر ماتش كونتر ريتوال ويجور ويجور ويقلبوا يوجعوا، مش ما فهم كيفاش مش تلوم تلوم على على معناتها سوبورتور مالغريسا وراو معناتها الاسبري اللي عندهم وراو قداش يحبوا جمعية وراو قداش هما سوليدير مع جمعيتهم وبجيتهم بعد ظهر لي نهارين للاستاد وطريقة اللي شجعونا بها، هذيك معناتها دفع كبير خلينا معناتها نقدموا القدام ونجاوزوا الصعوبات اللي كانت موجوده معنا. واضح بسام في نفس المقابله نتاع نجم رينك متاثر برشا بعد الهدف اللي سجلته ضد مرميك في سوسه، شنو اللي صار في المقابله هذيك وهل ضرب الجزاء اللي ضاعت هي اللي خرجت الملاعبيه من التركيز نتاعهم؟ لا ما نجمش نقول لك ضربه الجزاء اللي ضاعت، خاطر ضربه الجزاء اللي ضاعت هذيك لا غالب ضاعت، ما احنا يلزمناش نقبلوا من بعد، فهمت فهمت كيفاش معناتها هذيك شنو معناتها نجم تكون اما ليه ما يلزمش هكاك، فهمت معناتها حتى اذا كان كلامك يطلع صحيح مثلا، اذا كان انت كلامك يطلع صحيح يلزمنا احنا نرجعوا رواحنا، فهمت الماتش هذاك اللي ماركيت فيه انا بونتو الكاج نتاعي معناتها انا روحت للدار قعدت نراجع في السيناريو في مخي معناتها قلت بصراحه غاضني البونتو، اما قلت هذاك اللي كاتب خاطر تيران كله باهي جات في البلاصه اللي عملت روبون قبل ما توصل الكره للساقي نغزر لها خاطر انا عملت روبون مالوريزمون، اما فهمت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكاو. بسام وجاك ديديكاس من عند ياسين الكراي يقول لك طاير بسام قلب الاسد، ان شاء الله سي اس اس تكون له بوابه المنتخب، انا واحد من الناس نعتبرك صفاقسي صفاقسي معناتها اصيل خاطر تكور على المريول وبقرينتا مارغري ما عاش فما برشا جوارات يلعبوا بقليه في تونس، ان شاء الله بون شانس في كاريرك. هذا ميساج من عند ياسين كري. نقولوا يا سيدي يعطيك الصحه ميرسي بيان، وراو لجرينتا والقليب هذوكم ما همش مزيه باش انا نعطيهم للسي اس اس، هذاك حق السي اس اس علي. بس شنو هي النصيحه اللي تنجم توصلها للشبان النادي اللي باش ياخذوا المشعل في دفاع الفريق، وشنو هي الحاجه اللي تنجم تخليهم ينجحوا؟ انا في كاريري راني معناتها وقت اللي كنت صغير تعبت شوي، فهمت تعرضت في اوقات معينه وصلت معناتها خدمت مع انترونيرات اللي انا تعبوني نفسانيا، وصلت في وقت معين حبيت نبطل الكوره مثلا وانا صغير، فهمت وصلت نهار انا قلت اليوم روحت للدار فهمت قلت اليوم يشبي قلت لها كما عاش مشي ما لقري روينا وصغير وما بابا دارنا ما بابا جيت فرش فيه مرتين وانا صغير مرتين مركيت فيهم يقول له يحضر تقول له يجي تقول له يجي ان شاء الله، فهمت معناتها جوست باش نحكي لك معناتها كيفاش وصلت وانا صغير معناتها سبحان الله صاريف، مي انا مع لونترونور هذا اللي خدمت معاه وانا صغير جامي عام كامل غبت سيونس وانا صغير ونقرا معناتها فهمت ما غبتش عمري ما غبت سيونس وانا مانيش قاعد مثلا نكور عنده، وروحت نهار قلت لامي هكا هو يزيني ما عادش لعب، قالت لي عايش ولدي وسع بالك كملت نخدم كيما العاده. بعد جاء اونترونور في البريباراسيون معناتها من الاول وريت انا شنو باش قادر شنو نقدر نعمل، فهمت ومشي وهكاك مشيت معايا معناتها الكوره ووفقني ربي، وهذا كان نتيجه للصبر والخدمه اللي خدمتها، ومن با ظهر لي 6 اشهر من بعد معناتها طلعت سينيور وبديت معناتها المسيره نتاعي في صنف الاكبر. واضح دونك معناتها نرجع لك للسؤال نتاعك لي جون والصغار نقول لهم راهو الكره ماهيش سهله، راهو ما تسمعوش لما العباد اللي يقول لك الكره سهله، الكره راهو عزيمه وصبر وبرشا خدمه وبرشا ساكريفيس برشا تضحيه. واضح بسام يعطيك الصحه. بسام هم باراليل ما يضيعوش قرايتهم ابروبو اكيد اكيد خاطر القرايه راهو باهيه ماهيش اكيد تعاونهم حتى في الاحتراف معناتها في الاحتراف البرا ثم النيفو انتيليكتويال والنيفو العلمي معناتها لازم يكون موجود تعاونك القرايه وتعاونك لبرا ولا في تونس
البرا سيفري باش نجم معناتها تتكلم مع العباد وتحكي معاهم وتعرف كيفاش تاخذ معلومه وتعرف كيفاش تقبل معلومه وحتى حتى في تونس تكون معناتها خاطر معناتها مونتالمون تكون عندك وعي كافي عندك ثقافه كافيه انك تعرف كيفاش تتصرف تعرف تو قلت لي ما عرفش شكون قال لي قبيله قال لي في كلام في وسائل الاعلام واحد معناتها ساعه لساعه جوار مسكين يقول كلمه يقعد يمكن كاريره كله ندم عليها فهمت مش نجيك للتصريح نتاعك في بسام في اللي قلت انه الجامعه التونسيه ما عاونتش بون لمحت ان الجامعه التونسيه اللي هي ما عاونتش ما عاونتش ما قلتش الجامعه التونسيه اكد اي فوالا ما قلتش اما لمحت ان الجامعه التونسيه او الرابطه ما عاونتش السي اس اس في تحضيرات مقابله نهار احد تو بعد التصريح هذا حاضرين ولا المقابله تاع نهار احد لا الحمد لله الحمد لله البارح لعبنا ماتش ما احنا اليوم نجم نلعب انا لاباس ان شاء الله الحمد لله يا رب ان شاء الله بسام بسام شو برنامج تحت اما سامحني انت جوست الكلمه هذه راه باش ملاحظه صغيره احنا راو فيزيكمون اوني كابابل باش نلعبوا ثلاث ماتشات في الجمعه اوني كابابل اما حبيت معناتها كيما نقولوا يد مساعده صغيره انسان يحسك انه معناتها من باب الوطنية وإلا معناتها فهمت يقول لك خاطر ثلاثة ماتشوات مثلا تكون آخر ماتش فيهم ماتش كاف عادة يكون ماتش شامبيونا بتاتر معناتها خير ولا فهمت كيفاش ممكن رو ما يكونش عندهم البوسيبيليتي باش يبدلوا الماتش رو ما هوش كلامي أنا واحد رو ما هوش قرآن يمكن هم يكونوا صح وأنا غلط واضح أما أنا أعطيت رأي معناتها كما يقولوا بإحساس تكلمت بإحساس ما تكلمتش بمخي فهمت يعطيك صحة بس شنو برنامج تحضيرات ضد فريق غامتيل الغامبي وتحس لي ثم شوية تعب على الملعبية وكيفاش باش تتعاملوا هالمقابلة خصوصا سامحني بسام باش نزيد نربط لك بسوء آخر ثم محب حيوه برشا اللي هو شهير كمون اللي كان وفر شريط مقابلة الفريق السنغالي مع فريق الغامبي منافس سي اس اس وتمتش معاينة الشريط هذا واخذتوش فكرة على الفريق معاينة الشريط راهي ما تصيرش توا البارح لعبنا ماتش جابس اونيتي كونسنتري على ماتش جابس فمتكملنا ماتش جابس اليوم عملنا لي سيونس دو ديكراساج نتاعنا والمساجات وكل شيء غدوة نرجع ونخدموا على رواحنا ان شاء الله غدوة ندخلوا معناتها ستاج فيرمي اون ستاج صباح كنكتب غدوه نترانيو والستاف تكنيك يحضر معناتها لي فيديو اللي باش نشوفوهم ان شاء الله ونشوفوا لي بوين فور نتاع ليكيب ونشوفوا لي بوين فيبل ونخدموا عليهم بيان سور في لونترينمون كو سوسوا غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله بسام سؤال تكتيكي في حالة وجود زوز مهاجمين ضد مدافع شنية اول رياكسيون يلزم يعملها مدافع في الحالة هذه زوز مهاجمين ضد مدافع اول حاجة يعملها ما يرميش في روحه قدام المهاجم الاولاني اللي حامل الكرة يحاول يعمل ريكول فرام يقول احنا يوخر لكن ما يمطوي يحاول يربح الوقت باش صحابه يخلطوا فهمت معناتها يوخر شويه باش يسكر على الاتاكون هذاك بيان سور يحاول يسكر مشيره الاتاكون الاخر باش ما يعطيوش بسهوله يعدي الباس ويعمل ريكول فران يوخر شويه ومش شويه يجري معناتها فهمت يحاول يعطلوا معناتها اوترومون دي لين البقيه تسحبوا ويخلطوا خطه التسلل بسام تخدم عليها في الانتريمون تلعبش هي خطه سلاح ذو حدين صحيح اما احنا رانا مانيش نخدموا كاريمون في لورجو معناتها فهمت فما نخدموا لورجو انا ومين نتفاهموا برشا في معناتها في الديفونس بيان سور معانا علي وكو سوسوا جبنون ولا ابراهيم ولا معناتها ريير دروا نتفاهموا سورتو فما برشا كوميونيكاسيون سير التالي خطه التسلل راهي خطه سي تنجح ما تنجح كان بيكون فما معناتها متفاهمين لي كاتر ديفونسور وسي فري هو سلاح ذو حدين الحمد لله الى حد الان السلاح هذا معانا فهمت اما رانا ما نخدموش برشا بالورجو ما نخدمو كان كي نلقاو اتاكون لي فريمون خارج ياسر معناتها فهمت ما نجموش زاد احنا خاطر اتاكون راجع برشا باش نوخو احنا كلنا معاه كي نلقاوه خارج برشا اوتوماتيكمون خليوه في الورجو ونكملو خدمتنا
واضح. بس انت ماشي عروض عروض جاتك مع الاحتراف سواء من تونس ولا من برا تونس؟ في الوقت الحالي الوقت الحاضر لا في الوقت الحالي انا معناتها كونساكري لجمعيتي وقاعد نخدم على روحي ومعناتها وذنيه مسكره وكونترا نتاعي مازال مع جمعيتي بوان لالين. بس ما تشوفش اللي عندك بلاصه في المنتخب؟ نشوف اللي عندي بلاصه واذا كان انا جيت ما نشوفش اللي عندي بلاصه عاد معناتها كان جيت ما نشوفش اللي عندي بلاصه في المنتخب ما نجمش نكون جور معناتها بروفيسيونيل ولا لاعب كره قدم طموح. واضح. بسام ثم محب هذه نعاودوا ناخذوا التدخل مع محب رياض مره اخرى. اذا يسلم عليك عمرو غربال يقول لك سلام اهلا بكم احلى لما انستو نحب نقول للبرعابي حط سقيه في القاع ويزيد يخدم على روحه خاطر عمل بعض الاخطاء تنجم بالخدمه يتفاداهم وزيد الجمهور يعشق شكون يكون في دير الجمعيه وربي معاك وعلاش ما نشوفوكش كابيتان السياسس باهي. سأقبل كل شيء. الكابيتان هو امين فهمت اكثر انسان معناتها تحق له الكابيتانا والكابيتانا راهي ماهيش براسار كاو ماهيش براسار معناتها اللي تحط في يد امين بار اكزومبل كي هو كابيتان انا واحد من الناس معناتها كونفانكو بيه معناتها انا مقتنع بامين كونه كابيتان في السي اس اس بالكومبورتمون تاعو اكزومبلير يعرف كيفاش ياخو الاولاد يعرف كيفاش يتصرف يعرف كيفاش يدافع على اصحابه هذه حاجه. ثاني حاجه انا تسمى كابيتان في جمعيتي بيان سور سي تان اونور معناتها فيزافي لاصحابي اللي قدروني اللي معناتها كي نقول حاجه يسمعوني معناتها ياخذوا براي كيف ما حاجه يشاوروني كسوا انا كسوا امين كسوا رامي كسوا حمدي فهمت معناتها هذا هو. والكابيتان راهي ماهيش ان اوبجيكتيف في حد ذاته فهمت. واضح. بسام السؤال قبل الاخير شنو هي الصعوبات اللي عرضتك في البدايه نتاعك وتخممش نهار تكون مدرب في مدرسه تكوين شبان بطبيعه نحكي في نادي هذه الشخصي هذا مطلب جمهور نادي الشخصي بعد التجربه الكبيره نتاعك اللي تنجم تخلي اللاعبين الشبان يكتسبوا الخبره من التجربه نتاعك؟ تنجم تعود لي السؤال طويل شوي السؤال عود لك السؤال شنو هي الصعوبات اللي عرضتك في بدايتك الكرويه وتخممش نهار تكون مدرب في مدرسه تكوين الشبان بعد التجربه الكبيره نتاعك اللي تنجم تخلي اللاعبين الشبان يكتسبوا الخبره من التجربه نتاعك؟ بالنسبه للصعوبات اللي عرضتني معناتها عرضتني في التجربه نتاعي قلت لك في لي جون في ستات تونيزيان وتتني سيزون واحده معناتها لقيت فيها شويه صعوبات سينو في الاصناف الشباب ما لقيتش برشا مشاكل الحمد لله معناتها كنت متألق سوف في عام معين صارت لي شوية مشاكل وهذاك العام هذاك أنا راه بوزيتيف ماهوش نيجاتيف العام هذاك اللي أنا صارت لي فيه مشاكل خاطر بالعام هذاك أنا يمكن زدت معناتها شخصيتي قويت وليت نخدم أكثر ومعناتها كما نقولوا بالعربي بالدرجة معناتها حطيت في قلبي خدمت على روحي معناتها وبالمناسبة أنا المدرب هذا نشكره فهمت اللي تعبني في العام هذاك. لا بالحق كان لي الفضل باش تخدمت على روحك كان لي الفضل انديريكتومون انديريكتومون بالطبيعه كان لي الفضل انديريكتومون هذاك علاش انا نشكره فهمت. سينو في الاتوال زاد لقيت شويه لقيت مشاكل فهمت ومالغري اللي انا معناتها كنت محبوب معناتها من جمهور الاتوال الحقيقه قلت لك معناتها فما حاجه انا صارت لي في الاتوال وقت اللي انا في يوم ما تنحيت من التشكيله ماتش الاتوال والسي اس اس هذا صار فهمت مشيت باش نقعد على البنك معناتها كي تلقى 15000 يعيطوا باسمك في الجردان لحمك يقشعر فهمت وانا الحق معناتها نهارتها لحمي قشعر انا كي نسمع جمهور هكاك سيكو انا عملت لي عليا ضميري مرتاح معناتها فهمت نقعد على البنك و
فهمت وما فما حتى مشكل. بس يمكن جمهور سي اس اس يعطيه استاد في 120 يعطيه لك بس وانا زيد نعطيهم دمي في التيران ما نبخلش عليهم ان شاء الله بقدره ربي. وبالنسبه للتجربه معناتها مدرب في تكوين الشبان بما انه انت عندك الدرجه الثالثه نتاع نتاع تخمشي بعد الكره انك تدرب هي علاش لا علاش لا بالعكس فكره معناتها فكره حلوه فكره طيبه ومن تو ننفع الجمعيه اللي انا قاعد نكور فيها واللي مريت منها كان الخير وما لقيت فيها كان الناس الباهيه و وهو حاجه طرحت تو ان شاء الله نهار اخر نلقاوها ان شاء الله تتنفذ ان شاء الله. بسام نشكروك على حضورك معنا الليله يعطيك الصحه وحقيقه معناتها استجبت للطلب بدون تردد يعطيك الصحه يعيشك والاجابه بصدر رحب على الاسئله نتاعنا اسئله حابه خاصه ونخيل كلمه الختام للجمهور العظيم للنادي الرضي الصفاقسي. باهي انا قبل كل شيء نشكر الجمهور والناس اللي يعني ils ont intervenu شنو معناتها اللي دخلوا اللي دخلوا اللي دخلوا في الليميسيون وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم. واحنا نقولوا الناس راهو سيفريز جات اوقات معناتها ما مشاتش معنا الريزلتا لكن بصبركم وبالوقفه نتاعكم معنا معناتها وقفنا على ساقينا وهذيك وهاي النتائج معناتها قاعده تجي وان شاء الله مازال خاطر راهو احنا سيفري يعني قاعدين نكبروا بالجديد لكن مازالت الخدمه القدام ويمكن احنا عملنا صعيب لكن الاصعب مازال دونك معناتها خدمنا يلزمنا نزيد نخدموا اكثر وان شاء الله ربي يوفقنا. ورانا كجوارات وانا كجوار نتكلم بس باسم اصحابي الكل ان شاء الله نعطيه كل اللي نقدروا عليه باش نفرحوا جمهورنا سنة. يعطيك الصحه بسام في السهريه في اللمه الحلوه تاع الليله ونستنا ونورتنا وشرفتنا هوني حس سبور فور ايفر توفا. حاب نشكر كالعاده كل زملائي المنافسين والتقييم بدون استثناء وكذلك الصفحات الخاصه بالنادي الصفاقسي على شبكه الفيسبوك حقيقه معناها يعاونوا فيها برشا 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 لنجاح الحصه هذه سيرتو في الكوتي بيبليسيتي لليميزيون. واحباء النادي الصفاقسي كذلك اللي تفاعلوا معنا الليله واللي تفاعلوا طيله الاسبوع باش نبدا بمحبه وفيه جدا البرنامج النادي الصفاقسي هند الشيرني من حي الخضرة تونس كذلك درة الترايدي من ملكيف مريم بكار زياد مزيد علي طرابلسي كذلك محب وفيه الراديو وديما تسمع فينا من المغرب فادية أحمد من المغرب ويقاتي راي مش أحمد راي فادية الأزهاري معناتها اللي تحب تصحح اللقب متاعها أحمد بلغيث من سوفاكي كلاعدة بيترا هديروفا قيس الشريف من ليبيا اللي تابع فينا توا بدور الأخبو صديقة البرنامج كريم غرغوري معز الدين فاطمي عمر رضويب ومحمد قديش وسام رويس من جربة فارس كنو حسام كانو من فرنسا حسام التريكي محمد عيل الحشيشة عمران عبد الكافي محمد أيمن اللوز بلال الفخفيخ من كندا أنيس الشعبوني من كندا حسين بقلوطي وشهير كمون من السنغال أحمد السيلة عمر بوزيد بشير طرابلسي من فرنسا مريم دمق حسين بوسرسار من السيت ويب متاع css.org.tm والcssTV تحب تقول له حاجة بس نحب نسلم على حسام وعلى سليم ونحييهم على الخدمة اللي يخدموا فيها ونقول لهم بون كوراج وبون كونتينياسيون. يعطيك الصحة محمد الطاهري زاد المعلق مسكين ديما ريحه مسكين قول له يا خويا لطف عليك البرج جيمس شوية شوية انتك تكوك. أخيرا نحب نسلم على بابا ديديكاش شخصي لي نتاعي أنا أخيرا نحب نسلم على بابا اللي يسمع فيه توا ونقول له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله ربي يطول عمره وربي يخلي كل أب. ملتقانا الجدد بكم يوم الخميس المقبل ان شاء الله وليلتكم زينه يا احلى جمهور الاقوى جمعيه ويحيى النادي الرضي الصفاقسي.